اهلا وسهلا ومرحبا بكم من الناس الكل. انتم بتتابعوا في 10 على 10 البرنامج اللي نجيبوا لكم فيه قصص النجاح في مختلف المجالات. واليوم حاضره بحذايا امراه باش نبداو نحكيو على قصه النجاح نتاعها. هي امراه اعمال ومنظمه لمعارض دوليه. دونك مع بعضنا باش نستقبلوا مدام امنه الامام. اهلا وسهلا ومرحبا بك. شكرا. الله يخليك. شكرا على الاستضافه. يعيشك. ميرسي منورتنا يا لالا. فضلك. دونك امنه الامام امراه اعمال ومنظمه لمعارض دوليه. كيفاش مشيت من امراه اعمال لمعارض دوليه؟ معناتها هو نفس الدومين راهو حتى تنظيم معارض يعني تسمى امراه اعمال يعني نفس اللي ما هربناش ياسر على الدومين. داكوغ. شنو الدومين نتاع شنو اللي تخدم؟ شنو امراه اعمال؟ شنو الاعمال نتاعك؟ شنو اللي تخدم؟ بالضبط نبدا بالمسيره يمكن من ايه؟ كل الدراسه بتاعي كانت عملت باك ماتيماتيك ايه؟ وبعد توجهت في المعهد الدراسات فينانس وبعد عملت ماستر في الماركتينغ ومن اول اجونس عملت اجونس اون كوميونيكاسيون في تونس. هي كنت من الاوائل. خدمت برشا على الببليسيتي وكل شيء. ومن بعد الحقيقه كثر الدومين وكل شيء وحنا طموحنا اكبر ديما نحبوا نجدوا نحبوا نعملوا البلوس كل شيء. عملنا معمل بتاع تكييف التمور. ايه ولا اول امراه في تونس اللي عملت معمل بتاع دونك الافكار هذو مدام امنه. كي نسمع عنا الباركور هاك مشيت من عرفت من المات للفينانس من بعديك تعدينا للببليسيتي ومن بعديك مشينا للتمور. حاجات تحسهم ما عندهمش علاقه ببعضهم معناها فهمت بعد شويه. اما شنو كيفاش جات والزيدي معناتها انا ما نحسكش مخطط من هوني لقدام. هما كلهم يلموا بين التوسكي ارتستيك والكوميرس. دونك قبل التمور كانت عندي فكرة. قالوا لي فما بسيسه في الحكايه. حلمت في حلمه ولا بالحق حلمت دريقت نعمل في البسيسه نخلط فيها بالزيت ونحطها في الديبو. قلت هذه علاش ما نعملهاش فكره بيا مادام مش موجوده في تونس. وكنت افكتيفمون اول وحده عملت بسيسه مخلطه حاجه من عند ربي جات سبحان الله بالزيت الزيتونه خاطر انا اصلي ساحليه دونك نحبوا البسيسه في الصباح ناكلوا البسيسه. وبرشا انواع نتاع بسيسه زاد فما عندك ثم القمح الشعير ثم حتى بسيسه الحمص. فوالا اي في الساحل احنا مغرومين دونك قلت بوركوا با نعرضها للتسويق يعرفوا اكثر المنتوج التونسي اللي هو جاي من التراث. صحيح. حقيقه دونك ولينا نصنعوا فيها ونحطوا في ديبو وبرشا فضاءات تجاريه كانوا معناها يشريوا من عندنا. انتريسي انتريسي. انت قاعد تحكي لي في الحكايه انا باش ندخل لك توا اكثر في لي ديتاي. ما خفتش وانت تلانسي كل مره تجي فكره هكايه وتصدم عليها ما يجيكش الخوفك تخاك من الاول تقول يا ربي زعما تمشي زعما لا زعما العباد يشريوا من عندي زعما الفلوس اللي باش نستثمرها توا زعما ترجع لي ولا لا ولا جوست عامله هكاك. كيفاش تمشي؟ قلت لي فما لي غروند سيرفاس ياخذوا من عندك. كيفاش توجهت لهم؟ كيفاش مشيت لهم؟ باش ما نصدقش برشا بالاسئله. ولا. اول نجاح بتاع اي مشروع تكون تجيب فكره. أيه. والفكره يلزم صاحب الفكره يكون عنده عزيمه وما يخافش ويشد صحيح يشد صحيح. ولا برغم معناها احنا من عائله متوسطه ما كناش عندنا معناها والا نجموا احنا الشباب نتمتعوا بقروض من البنوك وكل شيء. دونك على اساس الفكره هذيك نعطيو الثقه في رواحنا ويكون عندنا عزيمه ونخدموا ونعرفوا بمنتوجنا ونحيوا اي خلفيه اخرى. ها هو هذاك ما عاونيش او البنكه ما عطاتنيش او الدوله ما عاونتنيش انا ما نمنش بها الفكره هذيا. اذا انت تامن بروحك وبقدراتك راك باش توصل ما وراء العرش. كيفاش وي حلوه الكلمه مزيانه على الاخر ونورمالمون العباد الكل تمن بها تمن بالحظوظ نتاعها واللي بالحق هذاك اللي فرق بين انسان ناجح معناها ومعناتها يصدم ما يخافش متسلح عنده عزيمه قويه ويقول لا مانيش باش نفشل نقعدش نبتة قداش وانا باش نحقق الحلم نتاعي المفيد فوكو جتيان بون معناتها في الاخر بالكل باش في الاخر نوصل. اما كيفاش السياسه نتاع انك تمشي تقنع الناس انك تمشي تقنعهم هذوما اصحاب الفضاءات والمساحات التجاريه الكبرى باش ياخذوا من عندك باش نجم انت تولي الماركه نتاعك معروفه وتتسوق عندك؟ ديما اي مشروع نبداه انا تكون فكره الوحيده موجوده في تونس وثم تو نحكيو على فكره اخرى عالميين هي الوحيده. دونك انا الباز بتاعي على الفكره الوحيده في تونس. دونك انت كي تمشي للكليون نتاعك باش تعجبوا الفكره وما عندكش دي كونكورون معاك دونك سي نورمال باش يتبناو الفكره دي ويشجعوك ويشريو من عندك اون بليس انت لازمك تكون المنتوج بتاعك يكون عالي في جوده عاليه.
فوالا هذا الحاجه القيمه الاضافيه والمضافه للمشروع. فوالا من البسيسه دونك جاتني فكره اخرى اللي انا نجم نعمل دات فوري بالبسيسه. أي؟ يعني هي زاد فكره بتاعي هذه اول مره نسمع بها بتاعنا احنا. لا كانت موجوده في الفضاءات الكبرى الى حد ومن بعدين انا تكبر معناها المشروع بتاعي في تكييف الامور التمور سامحني وليت نصدر في انغولا نصدر لسويسرا سنتر مانور في تركيا في فرنسا رنجيس دونك تعرفت في السوق مي كما قلت لك انا من ما غديش حتى قرض وما كنتش حتى ما شاء الله عليك والله تبارك الله عليك هذاك علاش البنك بي 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 ام يو وقتها ما نقولوا الاسم نتاع البنك مش مشكل دوليه ايه؟ معناها يتاتيك دونك رفضت الملف تاعي الحقيقة طاشت شوية وحطيت في قلبي قلت لازم نخرج لبرا ونرجع لتونس نعمل المعمل هذايا بفلوسي الخاص هذاك كانت معناها تحدي عندي انا دونك بعت الماتريال اللي عندي في المعمل ومشيت هجرت قعدت 7 سنين في الامارات في دبي تحديدا من الاسبوع الاول اللي كنت فيه غادي كونت شركه اسمها تجاره عامه اسمها مش لازم نقول لك على اسمها باش ندخلوا في باش نجموا نخدموا برشا حاجات ولا دونك وقعدت انا ديما نحب برشا تونس نحبها ياسر والله غالب انا خرجت على خاطر عندي طموحي كبير برشا لازم ما نجمش نقعد لهنا وما ثماش معناها شكون يعاونك لهنا وما تنجمش تقف عليك على ساقيك هوني ولا تحقق الحلمه اللي انت خممت فيها من الاول هوني. قعد الرابط هذاك بتاع تونس دونك شنو عملت انا في الامارات كانت عندي في معناها الحين يعني التوا عندي مكتب تاعي في التجاره العامه معروف برشا ومن الاوائل زاده كيف كيف اللي في الفتره هذيك وليت نستورد نعمل الاستيراد بتاع الدقله بالتمور بويسكو دوميني ونعرف معناها زملائي وكل شيء. دونك من الامارات المكتب نتاعك من الامارات يستورد التمور لهنا في تونس. بالضبط. دونك انت فاهمه الحكايه هوني وتعرف والمقرونه التونسيه. وديما قعدت اتاشي بالبرودوي التونسي نحب نشجع المنتوج التونسي واحنا اولى من غيرنا والحمد لله يا ربي حتى كيف تجي كونتينر في جبل علين زاد نحولها لافريك. غاديكا كانت التسهيلات اكثر من تونس. انت قلت لي مشيت غاديكا جمعه الاولانيه عملت الشركه نتاعي حسيت العبيد يسهلوا اكثر غادي معناتها مثلا في الادارات والا لبعث المشاريع والا يعاونوا اكثر من هوني هما راهو كيف يبدا كما قلت لك عندك فكره جديده راهو يأيدوك برشا كلك سوا بالمورال كلك سوا حتى اجراءات انت تكوين الشركه هما يعاونوك ثم عندهم الدائره الاقتصاديه بتاعهم عندهم المعلومات الكل بالانترنت وكل شيء اسهل منا احنا ويفتحوا لك البيبان الكل اذا انت عندك فكره جديده وتحب توصل معناها الحاجه يوصلوك يعني كنت الحقيقه الشعب الاماراتي نوجه له معناها الشكر اللي كان عنده فضل كبير في انا معناها وليت امراه اعمال معروفه في دبي وفي تونس وتوا قاعدين عملنا شركه فرنسيه زاد في فرنسا. الحمد لله تخي بيان. باهي انت من قبيلي تحكي وتقول لي على خاطر الافكار هذه هي جديده هذيك علاش وكنت الاولى هذيك علاش عاونوني توا اللي يتفرجوا فينا برشا الناس تتفرج فينا. فما اللي معناتها ما يتحصلش فاسيلمون على فكره جديده وين يتلفت يلقى معناتها انت كنت محظوظه ما شاء الله معناتها عندك افكار جديده تنجم تقدمها فما ناس لا يقول لك نجم ناخذ فكره مثلا ونطورها اسكو سي فيزابل. حسب رايك انت والله سي بوسيبل تنجم تكون خاطر انا معناها الناتور بتاعي اللي انا كرياتيف دونك نجم نستنبط فكره اللي مش موجوده بالكل وذاك باش تكون معناها اللي نتغلب على مشكله الكونكورون والا اي حاجه باش تكون انا موجوده معناها في الساحه حتى وبعدين يمكن هم يقلدوا مش مشكل مهم انا الاولى في الدومين فوالا شوش نقول اللي واحد لازم يؤمن بروحه يؤمن بعزيمته يؤمن بقدراته وكل شيء اللي بيبان كل تتحل بقدره ربي يعني ماهوش ما ثمش مشكل في الموضوع هذا يعني بيك دخلت في الدومين نتاع التمور هذايا اللي معناتها هذاك اللي كان لك الحافز والدافع فينا معناتها هو اللي قويني اكثر في شخصيتي واعطاني ثقه اكثر خاصه كيف صدرت الانغولا اول دقله دخلت الانغولا هي دقلتي كيفاش صدرت الانغولا كيفاش لي ديمارش شنو اللي عملت؟ ديمارش كلمه المعروفين الكل معناها لا ماهوش معروفين انا واحده من الناس ما نعرفهمش اللي يتفرج فينا ماهوش ما
يعرفش شنو لازم مثلا واحد يحب يصدر هوني منتوج تونسي ويحب يصدر شنو ينجم يعمل شنو لي زيتاب سويف معناها دقلة النور انا موجوده عندي قيمه اذا في مضافه معناها في اللومبلاج كانت دونك راه واحد غادي يمشى للجروند سيرفاس شاف الدقله بتاعي في المحتوى وفي المنظر وكل شيء دونك كلمني جاني للمعمل ولا قال لي مدام راني نحب نتعامل معاك راهو عندي هكا وهكا الحقيقه من الاول بحكم صغره وهو كل شيء ما عطيتوش اهتمام كبير قلت شنو يحكي ومن بعد عملنا البروسيدور عملنا معناها لو كونتاكت ما كنتش انت مشيت نحو الشخص هذا اللي مشيت يعمل من بعد التصدير لا هو اللي جاك هو اللي جاك فوالا داكوغ واضح دونك هوني هذوما الكادر نتاع امرأة الأعمال معناتها امرأة ما شاء الله عليها إنوفاتريس كل مرة عندها فكرة هكاية ما تخافش منها يفو جامي معناتها جملة ما لازمكش تخاف وما لازمكش توخر جاتك فكرة أعزم عليها وشد صحيح معناتها راهو اللي معناتها اللي يخاف ما يربح حتى شيء فينالمون وإنك تزيد تكون عندك لا فولونتي باش تكبش باش وقت اللي تحس روحك باش تطيح باش ترخ تقول لا عندي أن أوبجيكتيف مدام سهيم راهو احنا طحنا وقمنا وطحنا صحيح كل ضربة اللي ما قتلكش تقوي صحيح ما نصورش انا انت في غوز انت ماشي عليها وكل شيء سي با فاسيل سورتو في مجتمعنا احنا انا مراه معناها راهو نواجهوا برشا هذا اللي باش نقول لك عليه انا وصلت لبلادي لهنا بعد 7 سنين غربه معناها في الامارات نوصل لهنا نمشي الانسان مسؤول معناها كبير وكل شيء قلت له راهو باش نعمل معرض عقاري في فرنسا قال لي انت شو مجيبك للدومين هذايا والدومين بتاع رجال معناها كان ولا حكر بتاع رجال ايه ما هيش بالوغ ولا حاجة باش يكون حكر على رجال نجم اي انا نجم بيان سور نجم ونجم زادا سوبر محليك هيل هكاك باين جود فايبز هذوما حلوين دونك يكمل لك ومن بعد التجارة العامة قعدت هي تخدم تو وقفت على ساقيها كيما نقولوا توجهت لميدان آخر جديد اللي هو كريت فضاء كبير 2000 متر مربع غادي في كلوك تاور في دوار الساعة في الإمارات كريت ولا عام وحبيت نعمل معناها فضاءات يعني للبيع المنتوج التونسي معرض دائم على ثلث السنة يكون كل واحد عنده منتوج عنده معناها بقعة في الإمارات خاصة قبل ما كانش الإمارات يعني يصدروا لها برشا وكل شيء كل عادة ما قدش تجاوب مع المسؤولين مع السيبكس ومع كذا دونك قلبت حاجة أخرى وليت أنا نعمل في المعارض هذه باش طلعت المعارض هذا باش ردت المعارض ايوه وليت نعمل في التوريزم ميديكال خدمنا ماليزيا خدمنا جورجيا خدمنا في تريد سنتر زاد في الامارات وكبر المعرض وتعرف وكل شيء اخر حاجه نوعيه اخرى اللي عملنا المعرض العقاري التونسي والتمويل البنكي في الامارات 2017 لا جاوا عده بنوك معناها تونسيه وعارضين باعثين عقاريين عرفوا بالبرودوي بتاعهم للجاليه التونسيه نعرفوا بعيده برشا من الامارات ومش باش يجيو حتى كي يجيو في الصيف ومش يلقاو وقت باش يلوجوا على دار والا على تمويل بنكي دونك هزينا الباعثين العقاريين باش يعرضوا المنتوجات بتاعهم ويعرفوا بال فكره ذكيه فوالا ويسهلوا الديماغش بتاعهم الكل بالانطلاقه كانت غادي في المعرض هذايا بون قلت يلزمني نرجع لبلادي يزي غربة نعملوا هالمشروع هذايا نعملوه في باريس اللي هو فكرة جديدة وعلاش في باريس؟ العقاري في باريس أكبر جالية تونسية اللي تستحق باش تشري ديار هي في باريس عندنا مليون تونسية بري في فرنسا دونك أنت عملت ريشيرش هوني قبل ما تنقل أنت عملت تا ريشيرش باش تفهم السيبل نتاعك وين ماشيين وهكاك إي وقعدوا هوني نوضحوا احنا للناس اللي تفرج راهو مش هكاك مش واحد سامحني في الكلمة منطقية مي بيتمون يمشي يعمل حاجة راهو لازم قبلها تحضير وفما دراسة كبيرة تصير ولازم واحد يعرف وين يحط ساقيه اي ولا وفق النجاح بتاع المعرض بتاع دبي عدت باعثين هما التجؤوا لي معناها قالوا لي احنا نحبوك معناها تعمل المعرض هذايا في باريس ورانا معناها نحبوا نبيعوا الديار ندخلوا العمله الصعبه لتونس وتتحرك الدائره معناها الدوره الاقتصاديه وكل شيء وخاصه زاد الجاليه التونسيه ما تعطش على حاجات كي من هكا ديما فارقك المسافه وكل والبروسيدور اللي عملوهم كي يجيو لتونس يقعدوا برشا ياخذوا برشا وقت
الوقت، دونك انتم اختصرتوا المسافات واختصرتوا الوقت. بالضبط اكيد يعني في نفس المساحه تلقى الدار اللي تمنيها في تونس، ابخي تو معناها تونس هذيك الام معناها واحد يرجع لها، وفيها البنوك تنجم تعمل التمويل بتاع المسكن. دونك هما كيف يشوفوا المسكن نتاعهم يشوفوه شنو هو سور بلان، والا معناتها باش يتبنى، والا ديجا موجود المسكن، والا كيفاش يشوف؟ ثم عده اقتراحات، ثم اللي تلقاه موجود قاعدين يبيعوا فيه، وثم سور بلان، وثم تلقاه زاده كيف اون كور. داكوغ. يعني احنا نتعاملوا مع باعتين عقارين من اكبر اسماء في تونس موجوده. ما شاء الله. ونشكرهم سوبر على الثقه اللي عطاوها لي، وقعدوا يمشوا معايا. مشينا عملنا في قطر، عملنا الدوره الثانيه في مارس، عملناه في دبي زاده، عملنا في موريال، عملنا في نيس. هذه الدوره الخامسه اللي باش تصير. مانفيك. وين بالضبط؟ وين وقتاش؟ من 10 حتى ل 12 مارس في الاسباس مونتروي. فوالا 2023. دونك سينون للعباد اللي ما خلطتش على فماش باج فيسبوك، فماش كيفاش معناتها دوتر واحد كونتاكت ينجموا عندنا نجموا نعطيهم النمر التليفون 56 61 14 14، والا 25 55 4 4 7 4، والا صفحه الفيسبوك بتاعنا اللي هي مسكن اكسبو بالآ مش بالأو. اوكي تري بيان، ميرسي بوكو، تبارك الله على التجربه. مازال ما كملتش اي، اما احنا الوقت نتاعنا ما كملناش بتاع فرنسا. مو احنا الوقت نتاعنا زاد يزربنا، وعنا لا باش نقول لك هي معلومه خاطر فيهم ياسر الجاليه التونسيه اللي باش يجونا للمعرض من 10 حتى ل 12 مارس في سباس مونتروي في باريس، راهم يتمتعوا بسيرفيس جراتوي اللي هو يجيو للمكتب تاعنا في وسط باريس موجود، تهم همزه توصل بين العلاقه بين تيرو لي تونيزيان ريزيدون على لترونجي وما بين تونس، يعني اللي يحب يشري دار ولا يحب يمولوها في عن طريق المعرض عن طريق البنوك التونسيه. وكل احنا عندنا النيابه بتاعهم ونجموا من سهلهم برشا الديماش، وخاصه للهدايا، ويتمتعوا ب 0% من العموله لانهم جاوا للصالون مسكن اكسبو. يعني يجيبوا الكتيب المجازين بتاع الصالون اللي هو كان موجود في مسكن اكسبو، ويتمتع بوندون عام كامل سيرفيس غراتوي. باهي يعطيك الصحة، ميرسي بوكو، نورتنا بحضورك، ما شاء الله عليك، قدوة تبارك الله بالنسبة عايشك. للنساء الناجحات. واحنا نتعداو للفقرة الموالية، بعديك باش تشوفوا ضيوف. كيف للانفستيسور إلكترونيك؟ كي نزلت نجم توصلوا للفينال، تربح معنا الـ1 مليون دولار. باش تشاركوا سونا كاتش فاز، واللي هما أول فاز على في الأون كامبوس اللي هي الكامبوس نتاعنا، ريجيونال، وأنت باش تختار واحدة من 50 بلاد تمشي لها. عندنا الأكسيليراتور والفاينال. دونك فازي، بليف إن يور سيلف، أند ليتس ميك إت ريل.
نتفرج وسمعت بالفلوس عينيا تحلت عملت هكايا. خلينا نشوف الحكايه هذيا مع لي زانفيتي نتاعي توا بحذايا اميره رحماني طالبه وهدى فرشيشي زاده كيف كيف طالبه. اهلا وسهلا ومرحبا بكم البنات. اليوم باش نحكيو على هالت برايز دونك نبدا معك انت اميره، شنو هو التعريف فسر؟ دونك نعرف لك روحي اول حاجه. اميره رحماني اتيديونت اليسكا et la présidente de la compétition internationale Halt Prize Competition. Donc Halt Prize est une compétition internationale موجوده في اكثر من 120 دوله واكثر من 1000 كامبوس بفهم كامبوس من نوفا بحذينا سنه. دونك الكومبيتيسيون هذه اللي شنو تهدف؟ تهدف في انها تجيب فكره نتاع مشروع تخدم على الانتربرونوريا سوسيال، هو انه باش تدخل فلوس وتعاون باش تحل مشكل العباد في نفس الوقت. دونك كل عام يهبط تيم باش نخدموا عليه البروجي نتاعنا. فوالا دونك ا بارتير دو 2009 بديت الكومبيتيسيون تتلعب وكل عام تربح اون ايكيب سولون كات فاز. يعني التيم شنو هما لي تيم؟ فوالا دونك لي تيم يخدموا على اهداف التنميه المستدامه لي اس دي جي كيما الفقر كيما التعليم. وشنو هما الحاجات اللي صاروا فيها الحكايه هذه؟ مثلا شنو هما لي بروجي اللي تقدموا في فوالا عطينا شويه كلكوز اكزامبل. كل بروجي يوصل به كيما قلت لك كل عام يعني يهبط تيم، كل بروجي يوصل للفينال دونك يعطيك الوان اللي يعطيك البرايز هذيك اللي باش تربحها في الاخر باش تمول به البروجي نتاعك ويبدا يعني تبدا تخدم وتبدا ويولي فعلي ما عادش كاين على الورق كاين جوست فكره. تو باش مادام ربحت يعطيوك فلوس باش انت تنجم تعمل المشروع نتاعك. لي زيكزامبل اللي تعداو قبل في المسابقه هذيا شنو هما؟ اكزامبل دو بروجي فوالا خدموا على برشا حاجات، خدموا كيما على فود فور جود 2020 دونك على الماكله كيما مثلا برشا ماكله تتلوح كيما التيم تاع السنه قاعدين يخدموا على الى محمد رسول الله ريديزاينينغ فاشن تو ميك ات مور سستينبل. دونك انه اكثر برشا دبش قاعد يتلوح في العالم وانه قاعدين يخدموا كيفاش الدبش هذاك نجموا نحاولوه في انه يعني ينقذ يحاول ينقذ العالم من الحاجات اللي قاعد يعني فيها خطر الدبش هذيك قاعد يسبب في برشا تلوث. دونك باش نشوف حلول انه تحاول مثلا نستعملوا دي برودوي صديقه للبيئه كما نقولوا باش تحاول تنقص من التلوث اللي قاعد يعاني منه العالم. باهي هدى توا المشاركين هذوما اللي يعطيو الافكار المزيانه هذه في الاخر يربح واحد بركة سان فو با دير اللي الافكار اللي سبقتهم قبل راهم خايبين، هذوما الكل نجموا نستعملوهم احنا. عندناش الفكره هذه اني معناتها ما نثمنش كان ليدي اللي ربحت واخذت فلوس هذاك ربي يعينه سي بون وصحه ليه وديجا لقى ثنيته، ينجم من الفكره ولات سي على ارض الواقع تتمارس. اما الاخرين الافكار الاخرين شنو نجموا نعملوا بهم ولا شعملنا بهم؟ الافكار الاخرين بون لورغانيزاسيون احنا لورغانيزاسيون سولون 4 ايتاب باش يوصل للفينال باش ياخذ 1 مليون دولار نتاعو باش يكمل باش يعطيه برشا فلوس راهي برشا فلوس اكزاكتومون باش يعطيه له الرئيس السابق بيل كلينتون. اي زيدا اي داكوغ دونك هذايا ميزا باغ هذا الكل انت كيف باش نشاركوا احنا هنا لي زيتيديون والله ترجع تقرا لي زيتيديون لي زيتيديون عندهم الحق هما يشجعوا الكومبيتيسيون بيدها بديت على يدين طالب من اصول فلسطينيه يقرا في الهالت انترناشونال بزنس سكول اللي هو احمد الاشقر. هو حاول يشوف البوتنسيال نتاع الطلبه، هو حاول يركز على الافكار الرياديه نتاع الطلبه. دونك يا اخي ما شاء الله لقى عندهم برشا افكار والحكايه تلمون نجحت يا اخي انتشرت في بقاع انتشرت الارض في العالم الكل. العباد اللي ما كملوش للاخر هما هما سي ديجا باش يربحوا لي فورماسيون اللي باش يصيروا توت او لون البروسيسوس نتاع الكومبيتيسيون. احكي لي شويه بربي باش العباد تعرف اللي معناتها احكي لي على البرنامج كيفاش يتم. مثلا احنا هودي مثلا انتوما معناتها احنا فهمنا اللي هي كومبيتيسيون واللي اللي باش يربح باش تحصل على جائزه باش يبدا المشروع نتاعو داكور. اي اما كل لي زيتاب هذوكم شنو هما؟ لي تاب الاولى شجعوا العباد احنا تو باش نشجعوا العباد اكزاكتومون باش نشجعوا الطلبه في كومبيوس منوبه من كل فاك تختار معاك زوز والا يعني الجروب دو 3 ا 5 ممبر
دونك لازم يكون من نفس الفاكولتي اللي هما فيها ولا نجمو باغ اكزومبل عندي صحابي نتفاهم انا وياه نجيبو من فاكولتي اخرى ما نسمي كيزيون هكا في كومبيوس واحد تنجم فوالا تنجم الكومبيوس يعني تجيب ان جروب دو 3 5 بيرسون ولو تشاركوا بايدي واحده فهمت oui. يعني فوالا سي نورمال نوزالون ترافايي سور الميم بروجي مانيش نجيبوا افكار دونك هي على كات فاز دونك عندنا في الاون كامبوس اللي هي في الكامبوس نتاعنا احنا ليكيب اورغانيزاتريس نتاع الكامبوس دونك نعملوا لي فورماسيون كل نحضروا لي فورماسيون اللي باش يستحقوهم باش يبريزونتي وكيما نقولوا يديفلوبي فوالا البروجي نتاعهم و لو جور جي ils vont présenter le projet نتاعهم دونك تتعدى على 3 فاز اخرين دونك قداش ياخذ وقت تحضير لو بروجي دونك مازال في دينا ان موا من وقتاش هو بدا ولا البارح الفورمولير تحل البارح للعباد اللي تحب تشارك و فان فيفريي يوفى ان شاء الله الفاز هذه توفى اللي هي الان كامبس في الكامبوس نتاعنا نتعداو الفاز اخرى الفاز اخرى اللي هي ريجيونال دونك باهي سنين قبل نتعداو للريجيونال كيفاش سولون كل كريتير مثلا انا طالب يا خويا باش يجيوني لي ستوديون ويشاركوا فيها المسابقه لي ستوديون الكل عجبتهم الحكايه وعجبتهم الفكره احنا طالبين 200 معناتها دونك وجاوني 1000 فم كيفاش لي كريتير دو سيليكسيون نتاع فما دي جوري فما باش نعملوا اكزاكتومون لو جور جي دونك اللي هو قلت لك فان فيفري باش نعملوا ان ايفينمون باش يبريزونتيو لي بروجي نتاعهم الكل اي لو جوري باش يختاروا ان سول بروجي اللي هو باش يتعدى للريجيونال لي جوج فوالا سامحني انا ما فهمتش حاجه باش تسهل لي مليح ودي هي قالت لي اللي فما جوري واحد وكل اي اما السؤال اللي طرحته انا انا طالب 200 بيرسون باش يجي ولا ما فماش واحد ليميت اللي عجبته الفكره يجي ويجيب البروجي نتاعو عنده فكره ان بروجي رياليزابل يجي مرحبا به دونك واحنا باش نعملوا لي فورماسيون باش يربح لي فورماسيون باش يربح لي كونتاكت اش فيهم لي فورماسيون هدى فورماسيون موتيفاسيون جيستيون دو تان جيستيون دو ستريس كومون ترافايي ان جروب كومون فير ان بلانينغ فينانسيير البيتشينغ كيفاش هذا كلهم تاع لونسمون دونتربريز معناتها فينالمون دون اي فوالا هوني اميره فوالا دام بوت كيما نقولوا فوالا باش يخدم لونتربرونيا سوسيال يعني بوت باش يدخل فلوس باش يعاون يحل مشكل ماسك العباد في نفس الوقت هذا انت قلتوا من الاول وياكدوا عليه ويعاودوه معناتها فينالمون هو باش يستفيد ويفيد فوالا ويفيد المجتمع هو سي ديجا ابارتيغ من التيم اللي هو بروبوزيتو لورغانيزاسيون اللي هو ريديزاين فاشن سي ديجا هو باش ينقص من البولوشن كيف ما قاعدين نشوفوا نجموا نعملوا حتى اعاده تدوير واحد وكل هذا الكل نجموا نعملوا نجم يشوف في اون ايدي دونك توا نذكروا احنا وقتاش ينجموا يلتحقوا بكم يا جماعه كيفاش الفورمولير موجود فين وقتنا راهو اي فوالا دونك الفورمولير تلقاوه في الباج نتاعنا هالت برايز اتيس كاو منوبه تنجم تشارك على الويب سايت نتاعنا ويب سايت اون كامبوس هالت برايز اتيس كاو منوبه تنجم تابليكي سينو حتى كان ماكش من منوبه تنجم تابليكي في الفاك نتاعك في الكامبوس اللي انت موجود تقرا فيه كانك اتيديون ومغروم بالانتربرونيا سوسيال دونك فازي هذه فرصه سوبر يعطيكم الصحه محليكم بنوتات هكا نحب البنات الناشطين ونحب لي جون الناشطين وما شاء الله وبون كوراج وتشاركوا انتم في البروجي ولا احنا من ليكيب اورغانيزاتريس اوكي المره الجايه ان شاء الله ميرسي بوكو وانتم تابعونا توا كيفاش تنجموا تتواصلوا معنا شوفوا الريبورتاجات
كلب الطيب هي رئيسة مشروع وباش نحكيو على سنتر سيد. اكزاكتومون دونك شنو هو سنتر سيد هذا يا جميل؟ عسلامه عايشك بارك الله فيك، ميرسي على الاستضافه. انا جميله بطيب رئيس مشروع كما قلت انت في سيد تونيزي، سنتر بور لونتربرونيا اي لو ديفلوبمون اكزيكوتيف. ريالمون سيد هي منظمه توصيه موجوده من عام 2014. سيد معروفه ان طونك انكوباتور اي على فوا زاد اكسيليراتور، دونك عندها مشاريع تاع تكوين ومرافقه لاصحاب المؤسسات الصغرى المتوسطه وزيدة للشركات الناشئة. كي نقولوا انكوباتور واكسيليراتور نقصدوا بها اللي فما دونك برامج للتكوين كيما قلنا زاد كيف كيف للمرافقة، وكذلك نقدموا خدمة أخرى اللي هي تشبيك وربط العلاقات ما بين لي زونتربرونور وإلا كذلك مع لي زاكتور دو ليكو سيستيم في تونس في الولايات الكل، ونخدموا زاد كيف كيف على قطاعات النشاط الكل. أو سوبر محلى هذه أني نمشي معناتها للسنتر اللي يحتويني معناتها كيف بكلي فهمت مني بدا المشروع اللي من بعد يرافقني ومن بعد يزيد يعطيني لي كونتاكت ويحطني معناتها حاجه هايله هذه. تفي دونك هي الاكتيفيتي كيما قلنا فيها 3 بيليي لاكومبانيومون والفورماسيون والنيتوركينغ والمراحل معناتها السيكل دو في نتاع المشروع الكل نغطيو معناتها نرافقوا اصحاب المشاريع قبل لا كرياسيون وقت لا كرياسيون جوستومون على كرياسيون جوريديك وزاد كيف كيف نرافقوا بعد ما يحل المشروع نتاعو. باهي كيفاش هالمرافقه؟ اعطيني توا معناتها حاجه بالبابل معناتها كيف انا حليت زي المشروع نتاعي شنو تجي تعمل؟ تجي تطلع عليا تقول لي وين وصلت شنو اللي عملت تشوف معايا الحسابات زعما صحيحه والا لا والا كان فما ديفايونس في حاجات تصلحهم لي كان تحسني مهروش معناتها هكا مرهوش سامحني مهروش مرهوش توقفني معناتها ترجعني على ثنيه صحيحه كيفاش بالضبط؟ لي كوتي اللي حكيت عليهم انت الكل ينجموا موجودين معناتها في لي بروغرام داكومبانيومون اللي نعملوهم مش معناها فما لو سويفي ريغولي هذيك ما نجموش ما نخدموش به معناتها لو فيت اللي احنا نتبعوا ونمشيو لو سيغ بلاس نعملوا دي دياغنوستيك معناتها نسميهم احنا دياغنوستيك 360 يكونوا سو فورم دو فورمولير نسالوا شنو ريالمون لي بيزوان دونك هذا يمكننا من ان نخرجوا ان بلان داكومبانيومون سيبلي ويكون فما دي زيكسبير على ذمه اصحاب المشاريع هذوما كل تيماتيك تكون مدروسه كل تيماتيك حسب البيزوان اللي لونتربرونور اي ليكسبريم ريالمون كنت حاب نحكيو شويه زاد على المشاريع اللي موجودين تويكا في سيدو اللي احنا نعملوهم في الاكزيكيوشن. جست نقول لك اعطيني الارقام توا سمعنا حاجات مزيانه ومحلاها واللي يسمع هكا عينيه تتحرك واو كل سنتر معناتها انت اوتوماتيكمون باش نمشي ماذا بيا حاجات بالارقام تكون هكا واضحه قدام الناس قداش المشروع توا بوغ لو مومون والمشاريع الناجحه اللي قعدت. بون اذا كان تحب نحكيو على ارقام نجم نعطيك الرقم اللي موجود تويكا على حتى بورسنتاج ما مش لازم يكون احنا عندنا اون بلاتفورم اسمها سيد نتورك دونك هذه بلاتفورم تنجموا تلقاوها على السيت ويب نتاعنا سيد تونيزيا. البلاتفورم هذه اليوم تضم اكثر من 2500 صاحب مشروع دونك هذوما الكل انتر دي بروجي خدمنا معاهم على لا كرياسيون خدمنا معاهم زاد كيف كيف بعد لا كرياسيون دونك اليوم 2500 فيشه موجوده تضم مشاريع من قطاعات الكل من ولايه تونس الكل نساء رجال دونك لي سيكتور داكتيفيتي الكل موجودين في البلاتفورم هذايا نتاعنا. باهي تخي بيان. فما مشاريع تحسها رخت في الثنيه والا لا؟ فما مشاريع اللي معناتها ما نصورش كل المشاريع الكل باش نقولوا واو ناجحه واو معناتها كوم بار ماجي سيغتينمون فما ناس اللي تعثرت وما كملتش سيغمون فما عبيد معناتها كيما قلت انت لقاو ثنيه النجاح نتاعهم معناتها من الاول المره فما اللي عاود المره الاولى والمره الثانيه والمره الثالثه وفما اللي للاسف الديموه نتاع المؤسسه نتاعو ما كانتش معناتها ما كانتش اسوري دونك هنا نحاولوا نشوفوا معاه يعاودوا يشوف معناتها ليتود دو بروجي نتاعو ليتود دو مارشي لو بلان دافير نحاولوا بوتيتر نواجهوا انه ولا لورينتي فيغ معناتها ان اوتر سيكتور وي ناجم سي بوسيبل وي سي بوسيبل اون بو لورينتي زاد كيك فيغ دوتر سيكتور دونك هذا الكل ديما نرجع الباز الاولانيه هو لو دياغنوستيك مع لونتربرونور شنو هي مشاكله ليتا دافونسمون نتاعو في البروجي نتاعو لورينتاسيون استراتيجيك نتاع البروجي وين يشوف البروجي نتاعو بعد مثلا 5 سنين ولا 10 سنين اسكو سي فيزابل لي زوبجيكتيف اللي هو حاطهم اكور الون ولا ا مويان تيرم دونك هذا الكل سي ايتودي افيك لونتربرونور اليوم سيد اذا كيفاش نحكيو بتاتر زاد شويه على لي بروجي اليوم قاعدين نعملوهم في ليكزيكسيون نتاعهم دونك اليوم عندنا 3 بروجي اكتيف قاعدين نخدموا عليهم البروجي الاولاني هو البروجي نتاع ميتا اللي هي الفيرسيون الثانيه نتاع بروغرام بوست ويذ فيسبوك دونك البروجي هذايا الهدف نتاعو هو تدعيم الوجود الرقمي للمؤسسات الصغرى والمتوسطه الهدف هو تكوين ومرافقة
رافقت 1500 دونك شركه في القطاعات الكل بيان سور كيما كنت نحكي الجمهوريه وريت الجمهوريه الكل. البروجي الثاني هو بروجي قبل ما نتعدى البروجي الثاني احكي لي على الديتاي نتاعو كيفاش مرافقتهم اش بهم معناتها ما يعرفوش يتعاملوا بالفيسبوك فسر لي معناتها اكثر. اي دونك هو الهدف هو تمكينهم من لي زوتي اللي موجودين على البلاتفورم تاع ميتا كيما البلاتفورم تاع فيسبوك انهم يتعلموا كيفاش يخدموا يعملوا اون بوتيك اون لين كيفاش يعملوا اون بوبليسيتي كيفاش يعملوا ان كونتوني اتراكتيف كيفاش زاد كيف يستعملوا بزنس مانجر كيفاش يعملوا سبونسوريزاسيون بارفوا معناتها ان كونتوني معين في لي باج نتاعهم دونك هذايا لو كوتي نتاع التكوين فما زاد كيف لاكومبانيمون انديفيديوال يعني هنا اذا كان صاحب المشروع عنده ان بوزوا معين دونك il n'a qu'à exprimer le besoin هذايا واحنا on le met en contact avec l'expert اللي يمكنو من انه il renforce la capacité ويكمل الحاجه اللي ناقصته اللي هو معناتها الى exprimer هذا البروجي ميتا البروجي ميتا واش طار الاخر البروجي الثاني هو بروجي جونيس دونك البروجي هذايا هو الهدف نتاعو تطوير سامحني وتدعيم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني المشروع هذا دونك ممول من الاتحاد الاوروبي تنفذوا لويتي دونك منظمه العمل الدوليه بشراكه مع دونك مع وزاره الاقتصاد والتخطيط تبعها وزاره الاشراف الاخرى المعنيه بالامر المشروع هذا ينفذ في 7 ولايات سيد تشتغل على 2 ولايات من 7 اللي هما ولايه الكيف ولايه جندوبه نخدموا بشراكه مع 2 جمعيات محليه اللي هي انصاف الكيف وانيشيتيف جندوبه دونك البروجي هذا الهدف منه انه يصير خلق تاع 20 مؤسسه للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في كل ولايه وبطبيعه دونك نخدموا ان شاء الله هذوما الافكار نتاعها منين تجي سيغتيرمون معناتها انتم عندكم الافكار الاوليه اللي تعطيوها تختاروا شكون يجي طالب عمل ولا طالب شنو وانتم تعطيوا الافكار ولا هو يجيب فكره وانتم تعاونوا كومون سي سباس سي بلوتو لا دوزيام اي جو فودري بيان سافوار نحب نفهم دونك هو فما ان ابيل ا كونديتور اللي ديجا خرج معناتها وتسكر نهار 31 ديسمبر 2022 دونك جاونا تبارك الله معناتها برشا طلبات نتاع ترشح دونك تويكا قاعدين ندرس فيهم نختاروا اكزاكتومون تو قاعدين نختاروا كيفاش نختاروا معناتها كيفاش نعرف اللي هذايا خير البروجرام هذايا خير من الاخر البروجي هذايا خير من الاخر هو اول حاجه فما 3 مراحل نتاع سيليكسيون فوالا المرحله الاولانيه دونك هي لا سيليكسيون ادمينستراتيف اسكو الدوسي كامل ولا لا دونك المرحله هذه كملناها توا تعدينا المرحله الثانيه نتاع الفرز اللي هي لا سيليكسيون تكنيك لا سيليكسيون تكنيك هنا نشوفوا فما اون غري ديفالواسيون الغري هذه فيها دي كريتير فما لي كريتير نتاع لو بروفيل نتاع لي زونتربرونور نتاع لي كانديدا اللي قدموا باش يحلوا مشروع مع بعضهم كيفاش تعرفوا لو بروفيل انت تقعد معاهم معناتها فما لي سي في اون ا دوموندي لي سي في نتاعهم زاد فما كيفاش لي زونتروتيان تيليفوني ne montre pas vraiment معناتها بالحق الشكل والشكل الكاركتير اللي في وسط العب باش تعرف اسكي بالحق السيد هذايا موتيفي لي بالحق ينجم يكمل بعد لي معناتها ما تنجمش تكون على ورقه باش نفهمها فما سي في مي فما المرحله الثالثه نتاع الفرز هاني باش نخلط لك نقول لك كيفاش نعملوا على الحكايه هذه دونك المرحله نتاع الفرز لا سيليكسيون تكنيك قلنا نشوفوا لو بروفيل فما دي بوين على لو بروفيل لا فورماسيون لي سيرتيفيكاسيون ليكسبيريونس نتاع les candidats mais aussi de kif kif l'idée en elle-même قداش elle est pertinente قداش تنجم توفر من موطن شغل الاثر الاقتصادي والاجتماعي والبي ام تاعها puisque نحكيوا على ليكونومي سوسيال اي سوليدير دونك هذا الكل باش يكون موجود في لا سيليكسيون تكنيك بعد فما لا فاز فينال نتاع لا سيليكسيون دونك هنا باش نخدموا كما قلت انت على لو بروفيل نتاع لي كانديدا اللي قدموا هنا باش يكون فما دي زاتولي دو بروفايلينغ للعباد اللي تعدات من الفاز الثانيه الاول والثاني يتعداو للمرحله الثالثه دونك هنا سي لي زاتولي دو بروفايلينغ هنا باش نعرف كما قلت انت مدى الجديه اسكو بالحق هذاك عنده لو بروفيل نتاع ان انتربرونور والا لا دونك هنا احنا مازلنا ما خلطناش المرحله هذه مازلنا في المرحله الثانيه نتاع لا سيليكسيون تكنيك اوكي داكوردو دونك اللي باش يربح في الاخر اللي باش يقعد قداش المبلغ المالي اللي نجم يتحصل عليه وباش يبدا فيه وكيفاش انتم تتبعوه وقتها معناتها انتم هاكم حسيتكم بديتوا معاه من السيليكسيون للبعث المشروع يظهر باش تكملوا معاه السيد باش تعمل معاه نفس اللي تعملوا مع باعثين المشاريع الاخرين اكزاكتومون دونك هو في البروسيس نتاع المشروع هذا نتاع جونيس دونك لي زونتربرونور ولا لي كانديدا اللي باش يتم السيليكسيون نتاعهم بعد البروفايلينغ دونك باش يدخلوا في
فاز نتاع تكوين. بعد فاز تاع التكوين باش يكون فما دونك دي زاكومبانيمون انديفيدويل دونك سيبلي اكسيتيرا كيما كنا نقولوا معناتها في التعريف نتاع السيد قبيله. من بعد نخدموا معاهم على يحضروا ان دوسي دو فينانسمون دوسي دونك باش يتقدم للبنكة، ومع هذيك نخدموا معاهم على تحضير نتاع التاسيس القانوني نتاع المؤسسات نتاعهم. به اون فوا التاسيس القانوني صار دونك هنا نتعداو المرحله نتاع التمويل. دونك مرحله التمويل الحقيقه ما فماش سقف تويكا نتاع تمويل دونك تعين، هذا الكل مربوط بالبلان دافير وباللي بيزوان نتاع لو بروجي. كل بروجي عنده لي بيزوان نتاعو. لي بروجي فما دي بروجي يستحقوا برشا ماتيريال، يستحقوا فما اللي يستحقوا اقل، فما اللي يستحقوا ماتيغ بروجي ياخو، اللي يستحقوا مثلا شراء الدواجر والابقار والاعلاف هذوكم كل، يعني كل بروجي ولي بيزوان نتاعو. هذيك علاش ما حطيناش سقف للتمويل، دونك الكل باش يكون حاسب دراسه المشروع شنو هي باش تعطي من بعد. باهي، شكون اكثر نسبه مشاركه، الاولاد ولا البنات في المشاريع؟ هو البروجي هذايا فيه معناتها باش ما نكذبوش نشجعوا انه المراه تبعث مشاريع في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، هذايا حاجه، مي الحقيقه المشاريع نجم نقولوا جاو برشا من نساء وجاو برشا زاده كيف من الرجال. فما ان ثوازيام بروجي اللي الحقيقه زاد نحب نحكي عليه، وحنا قاعدين نبداو فيه، بدينا فيه تويكا. لابيلا كونديداتور نتاعو بدا من نهار 6 ديسمبر 2022، ومازال متواصل حتى مازال متواصل لابيلا كونديداتور حتى 31 ديسمبر 2023. البروجي هذا اسمه انصاف، هو الاختصار نتاع انكلوزيون سوسيو ايكونوميك اي اوتونوميزاسيون دي فام او سود تونيزيان. لوبجيكتيف نتاع المشروع هذا هو انه دخل المراه في الدوره الاقتصاديه، اكزاكتومون تدعيم المراه وتفعيلها، دونك تفعيل دوره اقتصاديه وزاد اجتماعيا. وطبعا نحب نقدموا معناتها برياده الاعمال اللي تقوم بها النساء في 4 ولايات اللي هما توزر وقابس وتطاوين وقبلي. دونك المشروع هذا شنو هما لي بروجي اللي نجموا يدخلوا فيهم النساء هذوما؟ فما الحرف الحقيقه، شاركوا معنا عبيد من الحرف، فما شاركوا معنا عبيد زاد كيف من البروجي من لي بروجي من التكستيل، فما لاندستري، فما لاغرو اليمونتير، فما دي ستارت اب، فما صناعه، فما لوجيستيك، فما بليزيور معناتها فما دي زيدي دو بروجي. هو الحقيقه لو بروجي فيه تشجيع على انه الناس تعمل دي بروجي، نسي بلوتو تعمل دي بروجي، مي زاد كيف نشتغلوا على نساء اللي عندهم مشاريع قائمه الذات. دونك تكون الباتيندا نتاعها سامحني معناها حل. انا ما نصورش اللي المراه اسود قاعده، لا نحسها ناشطه معناتها. انا بدي كنت نصور وانا هبطت للسود وشفتهم نساء ما شاء الله معناتها كل وحده فما حتى اللي تصنع الحلفه معناتها حتى وفي ديارهم، فما نساء يصنعوا حاجات حتى في ديارهم ما يخرجوش لبرا، فما ما عندهمش دي بروجي لبرا يخدموا في ديارهم. اما ناقصهم برشا برشا تشجيعات في الناحيه هذه. هذوما زاد كيف نجموا يشاركوا في البروجي، خاطر احنا باغمي لي زوبجيكتيف في المشروع هذايا انه نتعداو من السيكتور الانفورمال للفورمال، كيما قلت لي حاله ان بيتي اتوليي في دارها ما عندهاش باتيندا وتحب ماذا بها معناتها تولي عندها باتيندا. دونك احنا باش نرافقوها على التاسيس القانوني في مرحله التاسيس القانوني نتاع المشروع هذا. كيما قلت لي انسان ناشطين، الدليل انه النهار اللي عملنا حصه اعلاميه في جيبس على المشروع هذا اللي هو كان نهار 12 جانفي، دونك ما شاء الله كان فما حضور اكثر من 100 امراه. دونك الكلهم جاوا باش يسمعوا البروجي شنو هو، شنو هما لي زاكتيفيتي، شنو هما لي زافونتاج اللي فيه، كيفاش ينجموا يشاركوا، يستفسروا. اكزاكتومون. دونك الحضور دونك الحقيقه نجموا نفهموا منه البروجي نجم يكون ناجح 100% ان شاء الله. حاجه مهمه نحب نقولها اللي احنا البروجي هذا نشتغلوا فيه بالشراكه مع منظمه سكيلز تو سكسيد او ما يعرف ب اس تي اس اللي هي منظمه مهارات النجاح بازي في تطاوين. دونك سكيز تو سكسي تخدم على 2 ولايات اللي هما دونك تطاوين وقبيلي، وسيد كما قلت تخدم على توزر وجيبس. بالتوفيق لكم وان شاء الله يا رب لي زاكسيون هذوما يعموا على الولايات الباقيه اللي في تونس. ميرسي على حضورك وحضينا جميله بالطيب. ميرسي يعيشك. ميرسي بوكو على الاضافه اللي قدمت هنا، ونتعداو احنا النجاحات التونسيه. تفضلوا. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في فقره نجاحات تونسيه اللي نستهلوها بنجاح رجل الاعمال المهندس التونسي ابن تطاوين كريم بقير. قصه نجاح بدات براس مال ضعيف جدا، 4000 دينار وزوز حواسيب وشركه تتاسس سنه 2014 مع الخبيره التونسيه زهره سليم، واللي كونوا مع بعضهم شركه ناشئه ستارت اب مختصه في الذكاء الاصطناعي اطلقوا عليها اسم انستا ديب.
وفي السنة الفارطة تحصلوا على لوفيت فون بقيمة 100 مليون دولار من عدة شركات، وعلى رأسهم بيونتك اللي انبهرت بخدمات وكفاءة شركة أنستاديب، وهو مدفعها لعرض شراء تام وكلي اللي تم الموافقة عليه بقيمة جملية تعادل 450 مليون أورو، وهو ما يناهز 1500 مليار من مليمتنا التونسية، مع امتيازات هامة أخرى كأسهم في شركة بيونتك. الشركة أصبحت تشغل اليوم أكثر من 70 عامل ومقرها الرئيسي بالعاصمة لندن، ولها فروع في عدة دول أخرى مثل تونس، باريس، نيروبي بكينيا، ولاغوس بنيجيريا، مع محافظتها على أغلب فريقها المتكون من كفاءات توانسة. في الرياضة الآن، أين توج السباح التونسي أيوب الحفناوي بميدالية فضية جديدة في سباق 1500 متر حرة بعد منافسة مع البطل الأولمبي الأمريكي روبرت فينك ضمن ملتقى كنوكسفيل بالولايات المتحدة الأمريكية. وتعد هذه الميدالية الثالثة للبطل الأولمبي التونسي أيوب الحفناوي اللي قطع المسافة في توقيت 15 دقيقة و7 ثواني و41 جزء بالمئة. الحفناوي توج بالميدالية الذهبية قبل يومين من إحرازه على هذه الميدالية الفضية في سباق 400 متر سباحة حرة بعد قطع المسافة في توقيت قدره 3 دقائق و47 ثانية و41 جزء من المئة، كما توج بالذهبية في سباق 800 متر متغلب على السباح الأمريكي روبرت فينك صاحب 800 متر حرة و1500 متر حرة في الألعاب الأولمبية طوكيو 2020. وتجدر الإشارة لأن منافسات ملتقى كنوكسفيل تعد مرحلة تأهيلية لأولمبياد باريس 2024. كنا نتفرجوا في أبطال وبحثنا بطل، أحنا زادت بطل صغيرون يهب المحلي إلى 12 عام ما شاء الله عليه، اسمه مهدوش. أهلا وسهلا، مرحبا بيك مهدي حنيني. مرحبا. دونك البطل نتاعنا هو بطل في سباق الكارتينغ، وتنحكيوا عليه شويه اخر. نكمل نرحب بالوالد نتاعو، اهلا وسهلا. مرحبا بيك سي فارس حنيني. اهلا وسهلا. شنو احوالكم؟ الحمد لله. الحمد لله. مالا كنا في سلطنه عمان يا خويا، اه، وعملنا سباق نتاع كارتينغ وجينا فيه السادس، المرتبه السادسه. اما هذا تسمى حاجه كبيره. اي احكي لي شويه على التجربه هذه فارس، كيفاش الجو كان؟ ساعة نبدا نحكي باركور. مهدي سامح. نبدا باركور. بديت الكارتينغ عمري 5 سنين، 2015 بديت. بعد 2019 2020 بديت السيمولاسيون تاعي الاولى. شكون غرمك بها ساعة الكارتينغ؟ بابا. اي كنت تمشي شنو تمشي تقول له كنت نمشي معاه. ليه ليه هو ديجا كان يشارك البطوله الوطنيه، وانا كنت نمشي معاه. تغرمت كنت تشجع في بوك. بعديك تقول يا ربي نولي انا يا ربي. ها اي تجيك. اوكي جربت، كيفاش ظهرت لك؟ صعيبه ولا سهله؟ ليه ليه كي تمشي بشويه بشويه، مثال تبدا موتور ضعيف بشويه بشويه ما تحسش راه مش من الاول تبدا بحاجه قوي. داكوغ. دونك من الاول بدات كاينها لعبه انت مع صحيباتك هكايا، وشكون وما حاطط في مخك اللي ديما لازمك تجي الاول معناها وديما لازمني نتحصل على المرتبه الاولى؟ لا قبل كنت اونترينمون كهو اونترينمون، ما كانش فان شامبيون اوفيسيال تاع كاتيجوري نتاعي. داكوغ. باهي نشوفوا احنا الريبورتاج هذا على المشاركه نتاعك في سلطنة عمان ونرجعوا نحكيو في التفاصيل. المتسابق التونسي مهدي
hangs on for another lap. Tunisia have only ever scored one third place finish. It was in this class 2 years ago with Ark and Ben Youssef. And Tunisia currently lead Medianini. Oh, the back end looks a little bit slippery. بارك الله عليه. دونك هذوما الصور نتاع مشاركة مهدي حنيني في مسابقة الكارتينغ في سلطنة عمان. دونك احنا كنا نحكيو على البدايات نتاعك سي مهدي، معناتها كيفاش بديت وغرامك كيفاش ومن بعديك كيفاش عملت، شكون اللي تلهي بيك باش نجم توصل؟ فما كلوب نتاع كارتينغ انت مشارك فيه؟ تونيزيا كارتينغ كلوب. دونك كيفاش تمشي؟ احكي لي شويه على البرنامج نتاعك. هل تقوم الصباح؟ معناتها شنو اللي تعمل في الصباح؟ وقداش من مره تمشي تترينا في الجمعه؟ باهي، الساعة نمشي بار كانزين. اي. برسك دو فوا بار موا. اي، بار كانزين. بار كانزين، اي، شاك ويكاند. داكور. يا سامدي يا ديمونش. وقداش تقعد الوقت؟ بالنهار نهار. بالنهار كامل؟ نهار كامل. نهار كامل داكور، اما تحسوا شويه ولا ما تحسوش؟ لونترينمون نحكي لك عليه بار كانزين سي بو، معناتها شويه على الاخر تحسوا نو؟ كي نهار كام ساتر با تخوا فوا ساعات شون تخوا فوا؟ تخوا فوا بار موا. داكور، كل مره كيفاش؟ اي اما تحسوا كافي لونترينمون ولا لا؟ كافي كافي، تمشي المتا تريقي الكارت نتاعك. ميكانيك كل شيء، بعد لابخي ميدي تبدا لي زيسي. داكو، انت تلهي بالكهرباء نتاعك معناها؟ لا لا، انا وبا وعندنا ميكانيسيان. داكو، ها باش نمشيو لبوك باش نجمو نفهموا اكثر تفاصيل في الحكايه هذيا. اهلا وسهلا مرحبا. دونك ولدك مغروم نفس الغرام اللي انت مغروم بيه، عديتوا له يظهر في الجينات الشيء تعدى. شنو يقول هو؟ يمشي يترينا ثلاثة مرات في دو فوا معناتها في الشهر والا ساعات ثلاثة مرات. اما مكلفة الحكاية هذه ساعة هي حاجة هي تبدا من الاول مكلفة خاطر باش تشري الماتريال. مكلفة في دورة القداش باش الناس تفهم؟ ابري من الاول تكلفت كما نقولوا 1800 دينار مثلا باش تشري كارت، وبعد عندك لي كونسومابل نتاعهم يعني اللي شنو الكارت اللي تحكيوا عليها؟ كهرباء. كهرباء. سيارة الكارتينغ تشريها خاطر شريت له وقتها دون لو طون شريت له الكارت صغيرون على قد فوالا، وكل مره يحسن بروغريسيون يبدل الموتور بشوي اللي موتور ما اقوى. اوكي، حتى اللي ولا شارك في الشامبيونا تونيزيان يعني البطوله الوطنيه بالكارتينغ. دونك كان يترينا برسك بار كانزين كل مره تصير فرصه، لا ماجوريتي ديما اي مشي نمشيو نترينيو يترينا هو والكبار زاد تريني، وجيو برشا يعني من نفس النادي يعني لي مومبر لي زاديرون تاع النادي يترينيو في السيركوي وفوالا. دونك هذا هو يعني ابوبري باهي يعني مرتين في الشهر باهي يعني فهمتني يعني داكوغ. خاطر بخلاف هذاك راهو لونترينمون مش لونترينمون كان على الكارت يعني هما لونترينمون زاد على يعني اونترينمون فيزيك. كيف علاش يعملهم اونترينمون فيزيك؟ علاش ينجم يفيدك انت لونترينمون فيزيك؟ باغ اكزومبل جي الكو مثال راهو فما دي كورب فما دورات تبدا ابلين فيتيس 100 كم الور تبدا الكو نتاعك دونك لازمك بريباراسيون فيزيك ولي برا زاد. داكوغ داكوغ اوكي، ما تتعبش 15 تور تحسها مخطره ولا لا انت؟ لا لا ما فماش معناتها دي زاكسيدون لا قدر شفتهم قدامك وخفت منهم. فما باهي، يجي نحكيو توا على المشاركه نتاعك عاد في سلطنة عمان. كيفاش حضرتوا لها؟ كيفاش بديت معناتها؟ شنو حاطط في مخك؟ لوبجيكتيف نتاعك سيغتينمون انت ماشي باش نربح. بالنسبه لي انا ماشي مشكل باش نعمل جوست مشاركه ونروح، انا نحب نربح. من الاول خممت هكاك. اي احكي لي كيفاش، كيف قالوا لك ساعه كيفاش شاركت فيها؟ كيفاش وصلت شاركت فيها؟ قدمت مطلب ولا هما كلموك ولا شنو صار؟ لا لا، شفت كي تولي شامبيون تونيزي انا بطل تونس مرتين 2021 2022 كي تبدا شامبيون تونيزي عندك الحق تشارك غادي. داكوغ، تنجم تشارك من غير. داكوغ، دونك شنو نسميوك؟ نسميوك بطل تونس اصغر في الكارتينغ نتاع في 2000 اصغر جونيور يعني اصغر بالعربي اصغر في 2021 و2022 سي سا؟ باهي اوكي، دونك انت ناداولك قالوا لك راك باش تمشي تشارك، كيفاش حضرت روحك؟
كيفاش البطل يحضر روحه؟ احكي لنا شويه. ساعه بديت ب 13 بريباراسيون فيزيك مع كوتش نتاعي عبد الحليم بن مالك. ايش عملتوا فيهم 13 هذايا؟ كيفاه؟ 13 شنو صار؟ اي مش نحكي. ساعه بديت اونترينمون باركور دي زيكزارسيس و جري انت ونعمل انت تجري تجري انت بجودك تجري مش بالكهرباء نتاعك. نجري باركور الكارت سامح. وكي نروح كل يوم وكي نروح نعمل سيمولاتور مع فولون. داكور في الدار عندك في الدار داكور عندي سيت اب باش نحسن الريفليكس نتاعي ونتاع الديبار نحسن الديبار نتاعي. وشنو لازم الديبار نتاعك باش يكون صحيح وباهي وقوي؟ الديبار لازمك اولا ساعة في الديبار حد اللي يدوبل عليك لازمك انت تو غان دي بوزيسيون. ومثال لازمك عندك ريفليكس كان صار اكسيدون ولا احتكاك ولا حكايه لازمك تسكيفي فيسا. داكوغ اما ساعات واحد يوحل معناتها كي يولي عندك ريفليكس تسكيفي فيه تولي باش تربح الوقت زاد. باهي برشا باهي. ومشينا للعمان وكيفاش كانت التجربه غادي؟ كيفاش ريتها؟ كيفاش كانت المسابقه؟ احكي لي على الاجواء. عيشني غادي كي مشيت معاك ها احسبني انا نحب توا نعيش معاك دونك فما نقولو شوكي شويه خاطر ظلي عالم اخر ما فهمتش. عاد النهار الاولين خذينا لي كارت مون تيراج وسور كل واحد كارت نتاعو تيراج وسور هما يعطيهم اما يعطيهم ناس مود ستاندر ماهمش بريباري. شنو اللي فيها بريباراسيون هي الكارت؟ هو فيها مثال كي يبدا عند ميكانيسيان يعطيك يرقى لك في الموتور يقويهولك شويه. يعمل دونك هما كيف كيف باش يردوا الناس الكل كيف كيف معناتها لا انت قوي عليهم لا يجيك حد اقوى منك. وباش تعمل ريجلاج ريجلاج تاع لي بيدال مثال ساعات واحد يبدا قصير شويه يتقدم يتوخر ريجلاج ولا نتاع الفولون يتهبطوا يتطلوا. اي صحيح. شنو ياخ؟ اي دونك انت شنو صار؟ خذيت حاجه جات قدك ولا؟ جات قدي الحمد لله. دونك نعمل عملت ريكلاج فما ريكلاج جات. ايه باهي وصار بريفينغ. ايه يحكيو عليه على ليفينمون. ايه كل شيء حكينا على كل شيء. عندهم ساله غادي بالبروجيكتور. نهار نهار الاولاني نهار وقت لي زيسي بدينا بديت نسوق وقت. نهار الثاني نهار الثاني عندنا التجارب. عندنا 4 سيونس 4 سيونس ايسي. داكوغ. من الاول ما لقيتش روحي اصلا خاطر بديت نحفر في السيركوي. من الاول بديت نحفر في السيركوي بديت نفهم في الكارت بشوي بشوي. اخي عطاوكم الوقت ساعه باش تجربوا السيركوي قبل ما تبدا هذوما لي زيسي هذوما في لي زيسي نو اوفيسيال نو اوفيسيال. داكوغ تري بيان. حتى كونترول تكنيك ما يشوفوكش ما يكونتروليوك في الكورس. اوكي واضح. وكيفاش لقيتوا انت الباركور وقت اللي درت وكل سافا ولا؟ انا ديجا حفظت قبل ما نطلع. اما طلع حاجه اخرى مثال سي نورمال خاطر مش كيما تشوفوا كيما شنو اللي تبدل عليك؟ فما دي مونتي دي ديسون. فما دي مونتي غادي فما دي كورب. فما بلاصه تكنيك على تكنيك على الاخر. داكوغ. الساعه نهار الاولاني كيما قلت لك قعدت نفهم في الكات نحفظ في السيركوي بديت بشوي بشوي نطيح في وقتي. مثال نصلح فما دي تكنيك باش تاخذ الدوره اسرع بلو رابيد تاخذ ليكستيريور اكثر. دونك وليت تكنيكمون حفظت حاجات وحطيت حاجات في مخك وقلت لازم نركز عليهم باش وقت اللي يجي لو مومون نتاع الواحد نتاع المسابقه باش نلقى روحي حافظ. في وسط المسابقه فما 7 دورات الاولانيه عملتهم كنت انت الاولانيه. 5 5 دورات ولا انا كنت شو ما نحكي على الاول لي زيسي تو اي ما خاطر ما عادش عندنا برشا وقت عندنا هذاك علاش دونك نحب نفهم نواصل هو في السباق في الساعه الدمي في البري فينال نصف النهائي خرجت مركز التاسع وتحصلت على مركز السابع دوبلت على زوز. داكوغ. وفي النهائي خرجت في المركز السابع تعرضت للاحتكاك صار اكروشاج قدام. هذاك علاش وصلت ال بروفيتيت بروفيتيت من بعد دوبلت على الاولين وشديت الصداره 5 دورات. داكوغ. وشنو اللي معناتها شنو الاكسيدون اللي صار معناتها في وسط الباركور؟ مثال عندنا مونك نتاع ميكانيك مثال عندنا نزربوا شويه اما خاطر بالحق ما عادش عندنا وقت راهو باش عندنا مثال عندنا ميكانيسيان سور 5 كارت الاخرين لي كونكورون تي عندهم دو ميكانيسيان اللي هو كهو دونك فما ديفيرونس وي واضح
وعاد عندي بروبليم تاع بنيوماتيك. هو اللي خليه اللي صار. ما نعرفش منفوخين برشا ولا سي با غاف. ليسونسييل اللي انت عملت ليسونسييل اللي انت عملت وقت به وجيت معناتها السيزيام ان شاء الله. بريستاسيون به. به نهار اخر ان شاء الله وين تحب توصل؟ نحب نكمل حلمتي، نحب نوصل الاف 1 2028 ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله ربي سهل وتجيب حذينا، وما شاء الله معناتها زينت لنا استوديو باللي تخوفيه نتاعك وتبارك الله عليه ومحليه صغيرون يهبل. ان شاء الله يا ربي تكون حاضر بحذينا هكا في نجاح واسمك يبدا يدور في تونس. ها عنا 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 بطل. يعطيكم الصحه، ميرسي على حضوركم، ميرسي بوكو مهدوش، يعيشك بارك الله فيك. ميرسي لكم انتم على متابعتكم لينا، نقول لكم بالسلامه، ان شاء الله نتقابلوا نهار الخميس الجاي والا نهار الاثنين الجاي. باي باي.